böyle bize henüz yürürlüğe girmemesine rağmen bu kanun teklifi yasak. Berivan Toran, إحدى المحاميات في مركز حقوق المرأة في نقابة المحاميين في ديار بكر. في بعض الأحيان يكون من الصعب للغاية الحصول على أدلة ملموسة، خاصة إذا مر وقت طويل على الحدث، علاوة على ذلك كما أنه في قضية المالي لم يتم الأخذ بتقارير الخبراء وأقوال الطفل والصور كدليل. فكروا في الأمر، كيف يمكن للطفل أن يكتب شيئا لم يراه ولا يعرفه؟ عندما يكون لدى الطفل مثل هذه الأقوال لن يتم اعتبارها كدليل، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة الملموسة للاعتقال، وسيبقى الأطفال بلا حماية. تتناول وسائل التواصل الاجتماعي الحزمة القضائية تحت عنوان المادة المنحرفة 13. في هذه الحالة تكون المحاكمة منتهية تقريباً، ولم تعد مذكرة التوقيف إجراءً احترازياً. وبما أنه من الصعب للغاية الحصول على أدلة ملموسة في جرائم الاعتداء، يصبح الاعتقال شبه مستحيل، خاصة في مثل هذه الحالات. لذلك نجد اللائحة تشكل بيئة خصبة لارتكاب الأمور السيئة. وفي الوقت الذي نطالب فيه بالتخلي عن سياسة الإفلات من العقاب، يتم تقديم المزيد من الضمانات للجناة وحمايتهم، ومع ذلك لا يمكن القانون أن يكون رادعاً دون ترهيب الجناة وبدون إجراء محاكم عملية قضائية فعالة. كان قرار الانسحاب مؤخراً من اتفاقية إسطنبول عملاً يساهم في تعزيز العنف، وعليه فإن القانون الأكثر شمولية وتقدمية هو القانون 6284. لا نريد قوانين جديدة تحمي الجنات، سنفرض القانون 6284 واتفاقية إسطنبول. لا نريد حالات قتل أخرى ضد النساء، ولا نريد قضايا أخرى مثل قضية المالي.